الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة غافر: وقال الذين كفروا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. أول هذه الآيات ربنا بدأ بكلام للمشركين، وربنا في القرآن ده بينقل كلام بتاع ناس، الكلام اللي قالوه وبيرد عليه لو بيحتاج لرد، زي ما ربنا سبحانه وتعالى نقل كلام الكفار في القرآن. قال: وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا. قول القرآن ده ما بينفع معانا. انت عارف هسه في ناس كتار دار يقولوا الكلمة دي لكن غالباون تقيل عليهم، بس في ناس كتار بيسخي معاهم. تعرف مرة في جامع واحد من اخواننا قدم نصيحة في جامع، الجامع اللي قاعدين ده المفترض يكونوا مسلمين صح؟ الجامع بيقعدوا فيه نصارى مسلمين، مسلمين معناه كتابهم القرآن ولا في كتاب تاني؟ يا هو القرآن ده كتابهم. واحد اللي بيتكلم ده قال لهم: انا دار اقرا لكم آية في القرآن، آية في القرآن ده دار اقراه. انت عارف قرا آية دورت مشكلة. ديل قد لو سألتهم قلت لهم القرآن ده كيف؟ يقول لك القرآن ده تمام ما في مشكلة، لكن هم بتحتحد ما بيقبلوا به. واحد مرة منعوه من اخواننا بيصلي بالناس، منعوه قال له ما تتكلم، بس بقى في الصلاة بيقرأ لهم آيات معينة، في آيات معينة بيقرأ. يجيب ذلك من بتاعت الأحقاف: ومن أضل مما يدعو من دون الله. الجامع مليان صوفية عارفين الكلام ده، قاصد ده هون ده منو يعني؟ ما ده هون ذاته بيقرأ الآيات دي بس بيركز عليها. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم. بيقرأ لهم الآيات زي دي، مشوا شكوا قالوا ده بنبذنا بالآيات. ينبذك بالآيات كيف؟ القرآن ده ما بيتكلم عن نوعك ده، يعني يجيبوا لك قرآن من وين؟ نجيب قرآن ثاني؟ عشان كده ربنا قال: وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا. جيب غيره أو بدله، بدله يا أخ، ما تقرأ لنا الحتات اللي ما بتنفع معانا دي. ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شفت كيف؟ عشان كده ربنا في القرآن بيجيب لك الكلام بتاع المشركين، بيجيبوا لك فرعون ده مش كافر. ربنا قال: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. شوف فرعون ده مجرم وكذاب كيف، وبعدين ظلم متناقض. انت قلت انا الله، بعد شويه تقول لهم زاروني اقتل موسى في كون الله، قلت الماسكك من انت الله في ذا الماسكه كسه ما تقتلوا ساي، شنو تقول زاروني اقتل موسى اقتله؟ قال زاروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم. شوف الاجرام كيف، دائما المجرم بيظهر بمظهر جميل يعمل لك فيها انه الناصح الامين. فرعون قال له: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
قال لهم انا كلامي ده بوديكم طريق الحق ذاته، قال لهم الصراط المستقيم كده. ربنا انا قال لك كلامه في القران، قال يا هامان ابني لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. كده قال لا انا اظنه كذاب، ما في اله فوق. العلماء قالوا هذه الايه فيها فائده مهمه. لما فرعون قال لي هامان، قال لي ابني لي صرحا، هامان ده الوزير بتاعه، قال له ابني لي حاجه كده فوق ده نطلع بيها، لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. العلماء قالوا في معلومه هنا تفهم من السياق انه موسى عليه السلام قال لي انا عندي اله والهي فوق. فهمت؟ قال لي انا عندي اله والهي فوق، عشان كده فرعون ده يتاكد داير يطلع فوق، قال ابني لي صرح لعلي ابلغ الاسباب عشان اتاكد من شنو؟ من كلام موسى ده انه الهه ده فوق ولا ما فوق؟ يجي صوف يا اسطى غلط يقول لك قلت الله فوق؟ ها؟ كافر كافر كيف يا اخي؟ يقول لك ده عقيده فرعون يا اخي، انت ما بتفهم. مره واحد بليد صوفي جاب يغالط فينا في المعلومه دي، قال لي ده عقيده فرعون؟ الله فوق ده عقيده فرعون. قلت له انت بليد، فرعون عقيدته الله ذاته ما في. وفرعون ويوم تاني فرعون وفرعون قال الله انا ده، تقول لي عقيده فرعون انه الله فوق، هل كذاب ده؟ فرعون قال انا الله، قال ما علمت لكم من اله غير ده عقيده فرعون. لكن حاول يكذب موسى عليه السلام، قال لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. المهم الشاهد من الكلام ده كله انه ربنا بنقول لك الكلام بتاع الكفار بيجيبوا لك في القران. عشان كده العلماء اخذوا منا قاعده، دي قاعده مهمه، قالوا ناقل الكفر ليس بكافر. انت ممكن تنقل كلام تقول يا ناس وي وي في كتاب هنا، الكتاب ده الكاتب بتاعه قال كده، الكلام ده لو كفر انت ما بتبقى كافر. فهمتني؟ لو الكلام ده كفر ما بتبقى كافر، لو الكلام ده فسخ قلة أدب يعني أنت ما قليل أدب. ما أنت اللي قلته، قلت لهم في واحد قال كده، قليل أدب اللي قاله ما أنت. فهمتني؟ طيب ربنا قال وقال الذين كفروا ربنا، بيتكلموا مع الله يوم القيامة واعترفوا، ربنا أمتنا اثنتين، نحن قتلتنا مرتين، المرة الأولى اثنتين ده قبل ما يخلق الإنسان كان ميت، هو الذي أحياكم ثم أحياكم، معناه كنت ميت أنت في الأول، ثم يميتكم، دي الموتى نمرة اثنين، ثم يحييكم، دي الحياة نمرة اثنين، ثم إليه ترجعون. فأول حاجة أنت كنت ميت، دي الموتى الأولى، فاعترفوا بها قالوا ربنا أمتنا اثنتين، أها، وأحييتنا اثنتين، حياتين برضو. شوف الكافر بيعترف بأنه الله قتله والله أحياه. أنت لو بتعترف بمعلومة زي دي ما تخاف من الشيخ، ما هو اللي بيقتل الله مش أنت كنت ميت، الله أحياك، ترى الحياة بتاعتنا دي الحياة نمرة واحد، حيقتلك الله مش كده، وحيحيك بعدين. ما دام الله اللي بيحيي واللي بيقتل انت ما تخاف من الشيخ. واحد يقول لك لكن الشيخ ده ما خطر، خطر شنو؟ حيعمل شنو؟ مش اللي بيقتل الله؟ ما في حاجه ثانيه، ما بيقدر يسوي اي شيء. فده اعترفوا قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، اعترفوا بالذنب بتاعهم. في سؤال، الذنب بتاعهم شنو؟ قبال ما نمشي لقدام، الذنب بتاعهم شنو؟ لانه خد بالك ديل قالوا داري مرقوا من جهنم، وقول لهم ما في طريقه مرقه. اصو شفت الذنب اللي ما بتمرق منه ده معروف، ده الشرك الكفر، خشيت جوا انت كافر ارتديت عن الاسلام، تاني ما في مرقه من جهنم، قاعد قبلك بس مرقه ما في. اي ذنب تاني دون الشرك ممكن تمرق، اي ذنب دون الكفر ممكن تبرق من جهنم، بل الموحد ما بيخلد في جهنم، اصل الموحد
ما بيخلد في جهنم، لكن بتمرق بيتين دي حسب الذنب بتاعك. يعني ذول ممكن يكون بيشرب خمره لكن شريمه مره واحده، لموا فيه الجماعه كده قول له والله يا اخي الجوده جوا شنو كده يجيبها، لقى الجماعه بطقوا فيها والجو بارد وعجبته فيهم فتفت قريبه، عجبته ضرب ضربهم فتفت وشرب له كاس، ده شرب خمره، ده ما زال بيشربها طوالي، في واحد ما بيصحوا ذاته، الواحد بيتبيت معاه وبيدبله تاني بدبله سكران طوالي، ده ما زيه شكد اللي بيستمر على الذنب وبصير عليه ذنبه اعظم من الزول اللي بيعمل الذنب مره او مرتين، ده ذنبه كبير، لكن خد بالك استمر ولا ما استمر، اي ذنب دون الشرك بالله عز وجل ده سيده بيمرق من جهنم، صدقني بيمرق، الما بيمرق ده الناس ناس ابوك الشيخ النوع اللي بيقول لك انتوا بتتكلموا في الاولياء ديل الساده، اه الساده مالون ديل بيلحقونا يا اخ بيلحقوك قد ايه اصلنا، والله تخش جهنم تاني ما تمر كله ديل قاعدين جوا، وما تقول لي انا عندي عمل صالح، يعني كونك انت تجيب لك شفاعه باعمال ثانيه، حجيت مرتين وحججت امي وحبوبتي وديتهم الحج وعرست ال 12 من اولاد الحله، اه وبعدين ويقول لك انا علمت الصلاه يا الله كيف؟ هنا عيني دي كلها صلاه، اها وبعدين كلها من فاده، والله ده كله انت عارف الاعمال دي زي العمله القديمه، اسال واحد جه شايل لي عمله بتاعت نميري موسى رئيس بتاع السودان زمان، العمله بتاعت نميري دي الطراده ولا يسيبها شو، انا ما بعرفها، انا ما حاضرين زمن نميري يا الطراده مش يا عمامنا الكبار بيكونوا عارفيننا، اسع عليك الا لو عندك مليون لكن طرادات بس بالطراده ديك مليون كامل، لو مش الا بتاع الطعميه اللي هناك ذاك قلت له اديني طعميه واحده بس بالمليون ده شت ما بديك، يقول لك انت مجنون، انا من جبل برمي هنا عشان تجيب لك دي، ما نافعه دي ما قروش اه لكن ما شغاله، ليه ما شغاله؟ دي ما خلاص دي انتهت كلها انتهت، مليون ولا 6 مليون، ده زي الشغل بتاع المشرك ابوك الشيخ تلقاه عنده خلوه فيها 13,000 درويش، خلوه مليانه دراويش 12,000 ولا 200 حافظين قران، عرس ل 300 اكلهم الكسره شت بياكلوا لحد ما الحوار بقى رقبته السيف ما يدليه، تلقاه عامل كده الشبعانين ده كله، ده مش عمل صالح، اكلتهم كسره عمل صالح، حفظتهم قران ده عمل صالح، فهمت؟ عرست لهم ده عمل صالح، لكن ما بينفع كله ده، تجيب يوم القيامه ما شغال ده كله يا ناس ما شغال، ربنا في القران جاب 18 رسول ذي الرسل، انت قال لهم تابعين لنا احنا؟ ها؟ زينا يعني احنا كده بشر عاديين؟ لا ده الرسل اعلى المقامات، ربنا قال وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم، ووهبنا له قالوا ده من ذريه ابراهيم، ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبله ومن ذريته داوود، احسب معي داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا ديل أتذكروا مسا قبل شوية ديل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أنت قال ده عملهم زي عملك أنت ويقول لك أكلت كسرة تهرد مصرانك، أنت عندك عمل بالنسبة لديلك ده الرسل رسل كرام، أنت عارف الرسل ديل أي زول آمن بوراهم حقهم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ده عمله قدر كيف الأمة اللي آمنت دي كلها، بس امرق البنادو غير الله والدراويش اللي امرقون
الأمة الآمنة دي كلها كلها حقته كلها في ميزان حسناته. أها رأيك شنو عملهم ده؟ تقيل ولا ما تقيل؟ ده تقيل كله كله. ده الله قال لك لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تجي إنت أني ييض إنت البخيت تقول له نحن ما بيجينا حاجة عادي عادي بعدين نتقابل. مسكين شكده ده اللي اعترفوا بذنبهم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ده هنا سؤال مهم جدا. ما قالوا له احنا اعترفنا، لكن الاعتراف يوم القيامة ما بحل مشكلة. قالوا اعترفنا وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل؟ ممكن نرجع. ربنا قال وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا. دعنا نرجع، أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. ده كله ما بحلك. انت عارف القيامة دي قامت رجع لدنيا تاني ما في، والشيء اللي بيخلي الناس يرجعوا يجوا راجعين ترى الموضوع ده لأنه باقي المواضيع دي انت ممكن ربنا يمرقك منها. قال العلماء كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية قال إما بشفاعة الشافعين. انت ما ذا بتاع بنغويا لما موت ما تبت بتطق لما موت كويس، لكن موت على عقيدة. فهمت كلامي ده؟ موت على عقيدة يعني سيارة البنغو دي لو أبوك الشيخ قال لك تعال نلفها لك بمحايا ما بتقبل، ما بتعتقد انه المحاية دي زريعة للشرك. فهمت كلامي؟ المحاية دي لو اعتقدت فيها ده شرك عديل. أيوة دي ذكرتني قصة بتاعت واحد قريبي قريبي شديد. يوم من الأيام هو بيشرب المريزة، أمه قالت له نمشي للفقي قطعة البحر بهناك، قالت له نجيب لك محاية تشربها عشان تاني ما تشرب المريزة. الأمهات ما دايرات الخير ما بسكي ما فاهمة حاجة، هي بس دايرة ويخلي المريض عشان ما يعيرها في الحلة يقول لا ولدك السكران ولقينا واقع جنب الخور البهيني. في دايرة يخلي المريض دي بس برنامج الدين ده ما شغالة بكثير ما بعرف أنا قريبتي. فهمتني؟ هي دايرة تتخارج من البرنامج اللي بيعيرها به ده. ساقته ومشت راكب معاه قطعوا بالمركب بهناك، جابوا المحاية من الشيخ قطعة البحر وجوا راجعين. لما جوا راجعين من هناك القزازة عجبته دار يجيب فيها المريزة، القزازة الشايلة ما لي فيها المحاية غفلة كده وكبها في البحر. قال لا دي ماشي اجيب فيها المريزة انا يا ولد دي المحاية. قال لا يا حاج انت ما فاهمة، المريزة دي معصية والمحاية دي شرك. قال لا دي بتوديك جهنم. شوف ده فاهم كيف؟ ده عارف الحاصل، في فرق بين الشرك والمعصية. صاحب المعصية ده كما قال العلماء يمكن أن يخرج من النار، ممكن يطلع منها بشفاعة الشافعين. ما في مش في شفاعة يوم القيامة؟ طيب الشفاعة دي لمنو؟ الشفاعة دي للبنادي الشيخ ناس الحبر وملو وحفروا البير يا بولو دلو، ده الشفاعة لهم ما في. لا ده يقعدوا جوا بس جوا جهنم شفاعة ما في. مشرك ما عنده شفاعة ليه؟ أبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك؟ قال له منو؟ قال أنت ممكن يوم القيامة تشفع له. النبي عليه الصلاة والسلام قال له من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، لكن مشرك بلاد القوم ناس الحاجة وحاجوا الحاجة حاجوا ده منو ده؟ الحاجة وحاجوا انا لي في زيارته هو القمري تعجعجو هسه عجعجو دي بلغه شنو؟ بلغه قريش حمير وزيل بلغه شنو؟ ها قال القمري تعجعجو يا رسول الله شو ده شنو ده هسه ده دين ده؟ والله شفت مقلب لك مقلب يوم القيامه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام بيشفع يوم القيامه وبيشفع المؤمنون من رسول براه صلى الله عليه وسلم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعات العظمى، عنده ستة شفاعات ستة يوم القيامة.
أي شفاعة من نوع براها. ستة شفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام. كويس؟ المؤمنون بيشفعوا، الملائكة بتشفع. كويس؟ رب العالمين بيرحم براه كده من غير شفاعة، ربنا بيرحم. كما جاء في الحديث فيقبض الرحمن قبضة، كويس، من النار فيدخلهم الجنة. ده ممكن يمرقوا، لكن الممرق المشرك شنو؟ عشان كده الشكية دي كلها من المشركين. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. نحن اعترفنا خلاص، ذنبنا سوينا ده احنا معترفين به، فهل إلى خروج من سبيل؟ لاحظ الآية البعدية، ربنا قال ذلكم. وهذه الآية إجابة على الكلام القبالة. ما هم قالوا هل إلى خروج من سبيل، في آيات ثانية ربنا بيّن لهم إنه خروج ما في، اللي هي في آيات سورة الزخرف الصفحة الأخيرة هناك في سورة الزخرف، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. مرقة ما في الآية دي، فيها إنه ما في مرقة. طيب هم سألوا هل إلى خروج من سبيل، الآية دي ورتك إنه مرقة ما في. السبب شنو؟ السبب ترجع له في الآية دي، الله قال لك ذلكم. ده السبب، بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. قصد نظام المشركين من زمان ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. في ناس شغالين بالنظام ده، يعني ناس الحلقة بتاعتنا دي لو نحن قلبناها في كرامات الأولياء، إنه الأولياء ديل بيلحقوا في الشدائد وبينفعوا وبضروا وبجيبوا الرائحة وبيعلموا الغيب، ونجي نحكي للناس القصص يقول لك أبويا الشيخ وكيلك الله طلع كراعه قبل كده قدر ده من الغبر، دخلها ثاني طلعها ثاني دخلها. يا زول ممكن انت عارف لو قعدنا نحكي حكايات زي دي يا زول الجماعة بينبسطوا بصة بيجوك تلقاها في برا صلي عليه ما شاء الله كرامة الأولياء. يا زول دي ما هي ذات مفهوم الآية، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به. لو قعدنا ننادي بالفقراء والله الناس دي تكيفوا كيف، ممكن حلقتنا دي يجي وافي التلفزيون الحلقة دي طوال، يجوك قناة العربية الجزيرة ما تعرف العمريطة يجوك 60 غنى والله والله كده وظهرت كرامات بتاع الدار. مش كان جاب ناسة بتاع الدار ده واحد ما عنده موضوع صوفي ما عنده موضوع بيلقط له شمارات تحيرك، يلقط لك شمار يقول لك بالصورة والقلم يخلعك، انت تقول فيه موضوع يخلعك لما يقول لك بالصورة والقلم تلقى عنوان كبير قدر الضربة، يقول لك ظهور صورة ولي صالح على القبة، يعني قال في جابها مصورة في ولي قال جاوا كده صورته قال في القبة برا اهو، يعني شنو؟ لا قول نفسي ظهر يعني شنو؟ ما حدا راقدين الصوفية ما في يعني؟ ما حدا بلد مليانة صوفية، يعني صوفي لقيته كده كاش ولا لقيته صورة ما واحد في شنو يعني؟ لا قول مرق، قول برا عاملين شنو عشان يمرق ذاك من جوا؟ يعني شنو يعني مرق؟ يقول لك ظهور صورة ولي صالح ها؟ بعد ما دفنوه ب 63 سنة ولا 62 صورته برا. أنا قبل كده سألت سؤال قلت لهم الشيء اللي احنا بنعرفه في الدين ده أول زول بيمرق منه التراب ده، أول زول بيمرق منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في زول بيمرق قباله؟ يا زول الصوفية ده شغالين عليك يا فن بيمرقوا ويخشوا، واحد يمرق بهيني ويخش بعد شوية يقول لك واحد بقى جاي مرق، أنتوا عليك يا فكون؟ لا الغبر ده لعبة تمرق، أنت كان بتمرق من الأول خش ليه؟ أصو أنا مني ومن ديل لو وصل الشغلة دي ما تخش أنت، أنت مش مت ودفنوك بدل بتجي طالع
وقال بيحلحل مشاكل الناس. يا زول واكبر مشكله مشكلتك انت ده والجوا ده في زول مشكلته اكبر. هسه في زول هيني ما اكل الليله مش اكلته تمام اكلته، وعندك حق المواصلات وعندكم بيت عندك سرير ما جايه تمشي تنوم كده على قفاك بترقد مرتاح في عندك مشكله؟ وداك راجل في تراب جوا تراب والباس ما عنده عنده الباس جوا يقول لك ده رح لك مشكلتك يا دول كده يجيب لك لباس خلينا انا تعال اي مشكلتي انا. قال ده الفاتح قريب الله صوفي كبير كمدير بتاع جامعه ام درمان السامي والله يا جماعه ام درمان دي بس الله يعوضهم والله الله يعوضهم. ده مديره سالوه كاتب لك كتاب قال اسمه يستنبئونك كل بيقول بيستنبئ اقدم انا هذا ما عنده موضوع البس على كده. سالوه قال له هل الولي يخرج من القبر لقضاء حوائج الناس ثم يعود؟ الاجابه قال نعم. امرق لك مرق انت بترجعه خليه يمرق دي ما احنا عارفين انها ما بتحصل لكن كان مرق انت بترجعه. هسه كان انت عندك حبوبتك دفنتوها لا ثلاثة يوم بس خليك من سنتين وثلاثة عشر سنة لا ثلاثة يوم دفنتوها بعد شوية سمعت الباب دقة قبال ما تفتح انت بالرقراق لقيت حبوبتك بتفتحه والله ما تفتحه يا زلمة ما بترجع حياتك كان زول عاقل لكن لا تبقى صوفي كان بيجي صوفي ممكن تصدق هذا بيرجع له يا بليد ارجع كيف يا اخي ارجع كيف يا اخي. ربنا قال آية صريحة واضحة الآية نمرة 31 في سورة ياسين ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجع ما بيرجع. يقول لك لا عادي جدا أبوات دل والله قبل كده يقول لك الكباشي ده لقيته في سوق مايو يا زول ده شنو إلا شيطان لكن بني آدم دفنوه يمرق ثاني ويجي راجع وعلى كيفهم. قال إن للأولياء ده حسن الفاتح قريب الله قال إن للأولياء الصراح داخل القبر طالقينهم زي يمرق وخش على كيفه ده كله كلام فارغ. نرجع للآيات ربنا سبحانه وتعالى قال ذلكم السبب شنو؟ بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. أصل الشغلة مما تجيب عقيدة نظيفة الجماعة ما بيتفقوا معك. ولو دار تعرف الموضوع ده لو دار تعرفه بجد انه الناس ما بيتفقوا معاك اركب اقرب حافله بس اقرب حافله ركبتها انت قوم قول لهم ايها الشعب البطل ايها الشعب السوداني عندي لكم سؤال البرعي بيلحقك في الشدايد ولا ما بيلحقك؟ اكما دقوك ونزلوك في المحطه اللي قلت فيها الكلام ده تعال قابلني بتنجلد يا زلمه. يقول لك تتكلم في البرعي دولي صالح الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ينط عليك واحد صوفي بيشال ولا جبهجي طبعا ديل كعب من الصوفيه شفت الجبهجيه ديلك تلقى ممسح فهمت وحكي لك دقيقتين وعامل لك حتيته كده ده اخطر من الصوفي لانه ده بيقتل لك حلو تعرف عين كده شوف الحفله لو لقى الناس وقفت معاك كلهم يقول لك اه يلا براي ما بينفع افضل يقول لك نعم والله يكلمك مش الجبهجي يقول لك نعم لكن مما يعاين بالحفلة ورا القلة ثلاثة بيسبحهم واحد لابس أخضر في أخضر يقول لك هذا يطعن في الأولياء يا ناس الأولياء أولياء الله الصالحين أوه يبكي يقوم عليك الصوفية وأول ما يلقى الصوفية شالوا العكاكيز وقاموا بيصفق الكمساري نزلنيه بالله بينزل يفوت بيخلي العكاز في راسك أنت ده وفوت الجبهجي تمسح والله ده الأكعب شوف أكعب طائفة إسلامية الجبهجية دي أكعب طائفة أسوأ طائفة إسلامية ديل مرض زي الحربوية تعرفوا الحربوية؟ الحربوية دي جاتيني بتقلب بيضة فهمت؟ أكان جا مشهد بغا أكان جاتيني بتلبس لها عمة وتقعد كده بتنقلب باللون بتاع الناس اللي قاعدين هسه جبهجي لو جا شاف حلقتنا دي والناس مبسوطين ومتكيفين يقول لك يا سلام الدعوة للإسلام هكذا وفقكم الله وفوت بيمشي بغادي بلم لك ورقه بتاع الصوفيه وبيجيك بكره والله يدق فيك مقلب يحيرك ذاته فمرضان دار ياكل. على كل نرجع للايات ربنا سبحانه وتعالى قال ذلكم السبب هتضيع الجماعه وانه ما بمرقوا من جهنم
ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. مما دخل الشرك جماعة من بسطه تدخل لهم قصيدة بتاعت أبوك الشيخ. أبوك الشيخ البرعي عنده كتاب اسمه ليك سلام مني. الكتاب ده جوا فيه كلام يحيرك. ده زول عاقل ما بصدقه. تخيل معاي قال عن شيخه اسمه أحمد طيب البشير ده دخل السمانية في البلد دي. قال يحضر مريده. المريد لما نيجي يموت قال يحضر مريده في النزع والقبر. لما يدخلوا في القبر قال بيكون قاعد أبوك الشيخ. يعني هو أنا ده عارف الشيخ ده قاعد في قبره هو ولا مع الناس التانين. قال بيكون قاعد في النزع والقبر للحجة يلقن. بيلقنك لما الملك يسألك يقول لك من ربك؟ لك بيقول لهم طبعا طبع لنا ده رب الله. بيجاوب عنك من ربك يجاوبه؟ قال للحجة يلقن بأحسن التعبير. وبعدين ما بخليك ساي بعد ما لقنك الحجة والملكان سألوك والملكان انطلقوا خلاص رجعوا. قال طالب يقعد معه يقول لهم قلت لي كيف لك؟ قال وله يؤانس بيونسك كمان. يقول لك اخبار الحلة شنو؟ في جديد؟ في واحدة طلقوه ولا شيء؟ لا كويس. قال وله يؤانس في الوحدة والشبير بيونسك كمان عشان ما تزهج. انت ما تابع للطريقة عشان ما تزهج في الغور تكون قاعد براك كده ده. قال وله يؤانس في الوحدة والشبير في جنان الخلدي. ده كمان مش الجنة الشيخ. قال في جنان الخلدي شاهد مولاه الكبير. يا ذاله الجنة دي النبي صلى الله عليه وسلم ما دخله قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام. لما رأى رؤيا خد بالك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام وأري الجنة. قال فتناولت منها عنقودا لو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. دارتنا والله منها عنقود؟ قال لا. قال لهم دار أدخل منزلي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. قال لهم دار أدخل منزلي في جنة عدن. فالملكان قالوا له قال لا ليس الآن. الآن أنت ما بتدخل وإنك داخله أنت حتخش لكن ليس الآن. أما ده قال غشة ومش غشة ساي وشاف الله كمان. قال في جنان الخلد شاهد مولاه الكبير. قال في مصر تجزأ للأربعين أحد. الشيخ ده كمان حصل له انشطار. تعرفوا الانشطار؟ يتقسم عزموه وقال 40 حوار. ده بالكتاب. انا ما عارف الكتاب ده بيقروا ناس عاقلين ولا ده عقولهم مشى وين؟ هل بيقروا الكتاب ده عقولهم مشى وين؟ قال عزموه في مصر 40 درويش في رمضان. اي درويش قال لا ابوي الشيخ تفطر معانا. ظابط لك عصيده وده بعيني. بيتقلي افطر معاي. 40 عزموه واي واحد ما عارف التالي. ده جهز دجاج وده عصيده وذاك مهيوبه فهمت؟ وده الفتم توم. اي واحد جاهز فطوره برا 40 حوار. قال لما جاء المغرب وقت الافطار قال انقسم الشيخ الى 40 احد. كده وقع علي؟ وقع علي؟ 40؟ يعني ده قش له 40 صينيه. ست كلم 40 نفر قلب. قال فطر معاهم كلهم. تخيل معاي فطر معاهم شت. قال في مصر تجزأ للأربعين أحد وليذكر اسمه عند القبر يسعد. يعني انت الأول ما يجي يدفنوك بدل تقول السنة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تدفن الميت تحثو لما خلاص يحثو عليه التراب تحثو ثلاث حثوات من التراب على جهة الرأس رأس الميت وتقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي انت بتقوله. قال ده ما تقول كده. اول ما يجي يدفنوه تقول هذا قبر احمد الطيب. قال اول ما تقول كده ما بعذبوه. قال الملكين يجي يقولوا سمعت اسم احمد الطيب هنا قبل شويه؟ هاي قال احمد الطيب بس خلاص خليك اهلك ما في كلام. يا دول الملائكه ما بسووا كده. ده الملائكه ما بسووا. الملائكه عندهم اسئله بيسالوك
أزل مرسلهم بالله سبحانه وتعالى بيسألوك ليه إجابتك دي فهمت بنبني على بعدك أنت مسلم ولا كافر معذب ولا منعم في القبر بتنبني على إجابتك شنو أحمد الطيب والملائكة شغلهم أحمد الطيب شنو لكن قال تقول قال وليذكر اسمه عند القبر يسعد ده البراي أصلا ترى المعلقين إنه ليك تلقى صورته ملطوشة في الحافلة كاتب لك عليه غوز زمانه وده غوز زمانه يا ناس بتلعبوا علينا نحن تلعبوا علينا لكن الصوفي بكون مبسوط لما تجيب له سيرة البرعي لأنه ربنا قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله والكلمة دي قوية جدا الله قال لك فالحكم لله العلي الكبير الحكم بعدين ربنا بيحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا ده الله يوريكم آياته الكونية والآيات الشرعية هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب بعد ذلك ربنا قال لك فادعوا الله ده الدين تقول لي البرعي وشكينيبة وصايم ديمة والكباشي ده عبيد زيك انت عبيد لله وده العبيد لله بس ما في حاجة كويس الله قال لك فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ده الله ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق إلى آخر الآيات من سورة غافر نلتقي إن شاء الله الحلقة القادمة يوم الجمعة وبالله التوفيق وصلى اللهم على نبينا محمد.